لمزيد من النقاش والتحليل حول جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام. يا أستاذ أشرف، أنا برحب بك على شاشة إكسترا نيوز في هذه التغطية. تحياتي لحضرتك وللسادة مشاهدي إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك. يعني بنتحدث عن جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر، أيضا نتحدث عن قرار المحكمة الدولية أمس وبيان وزارة الخارجية المصرية التي رحبت بالقرار، وأيضا محادثة الرئيس السيسي مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن. كيف تبعت كل هذه الأمور؟ تفضل. يعني بالتأكيد مصر رحبت بهذا القرار، وان كانت يعني قد اعربت عن امالها لو انه القرار كان قد شمل وقف اطلاق النار، وليس فقط يعني مجرد التحقيق في جرائم الاباده او دعوه اسرائيل الى تجنب استهداف المدنيين او دعوه اسرائيل الى ادخال المساعدات او غيره، لكنها تمنت الشيء الاهم والاكبر والمطلب الأول بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة للعالم، وهو يعني أن يكون القرار قد شمل أمرا لإسرائيل بوقف إطلاق النار. لكن أيضا في نفس الوقت يعني مصر تتحرك الآن مع دول العالم من أجل الانتقال إلى مجلس الأمن الدولي، وأن يقوم مجلس الأمن بالاستناد للقرارات الاحترازية التي يعني أصدرتها المحكمة بوقف إطلاق النار، لأنه هذه القرارات الاحترازية لن تتوقف أو لن يتم تنفيذها على الأرض إلا بوقف القتال. بمعنى أنه مثلا القرار المحكمة القرار الاحترازي بيدعو إسرائيل للتوقف عن استهداف المدنيين، بيدعو إسرائيل لإدخال المساعدات، بيدعو إسرائيل يعني لعدم استهداف فئة معينة، وهو ما يعني محاولة إبادة الشعب الفلسطيني أو سكان غزة. كيف يتم ذلك والعدوان مازال مستمر؟ إذن يمكن يعني وطبقا للرؤية المصرية ورؤية العديد من الدول العربية ودول العالم أن نحمل يعني هذه المخرجات للقرار الاحترازي ونذهب إلى مجلس الأمن وندعو إلى وقف إطلاق النار. وأعتقد أنه تم بالفعل تحديد موعد يوم الأربعاء القادم لاجتماع لمجلس الأمن. مصر لم يعني تتوقف عند استقبال هذا القرار والترحيب به، ولكن حدث أمس تواصل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الرئيس السيسي يعني أكد على ضرورة وقف العدوان، ضرورة إدخال المساعدات، ضرورة التصدي لفكرة تهجير الفلسطينيين. هذا في الوقت الذي يعني تمارس أيضا مصر دورها على الأرض. رأينا على سبيل المثال يوم الخميس الماضي عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة ذهبت إلى منطقة كرم أبو سالم ومنعت دخول شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة. لجأت مصر إلى إقناع إسرائيل أمس بإدخال الشاحنات المساعدات عن طريق معبر رفح وليس معبر كرم أبو سالم. وهذا إن دل يعني أستاذ أشرف فكرة أنه مصر أقنعت إسرائيل على مرور المساعدات أكاذيب إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن أن مصر هي التي تتعنت ولم تفتح المعبر، وكان الرد قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح مفتوح منذ بداية هذه الأزمة ولم يغلق أبدا في وجه المساعدات. إذا حدثتنا أستاذ أشرف عن فكرة كيف قرأت أو حللت الفرح الشديد من وزير العدل الجنوب أفريقي، وهي الدولة التي تقدمت لمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بأنه صرح وقال يبدو أن مانديلا سعيد ويبتسم الآن في قبره، وتحليلات البعض أن قرارات محكمة العدل الدولية جاءت مخيبة للأمال وأنه هي ما حققتش الكتير، بالرغم أنه المحكمة نفسها صرحت أنه مش من اختصاصها أنها تتحدث في أكثر من ذلك. تفضل. يعني خليني أقول لك أنه أولا من حق جنوب أفريقيا، تفرح جنوب أفريقيا لولا المساندة العربية لما تحررت، لما أقيمت دولة،
للشعب الجنوب أفريقي. نحن نعلم أنه الأقلية البيضاء كانت تسيطر على جنوب أفريقيا، كان هناك نظام فصل عنصري، كل العرب وقفوا مع جنوب أفريقيا. الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان يتمتع بعلاقات وثيقة بالرئيس الجنوب أفريقي المؤسس نيلسون مانديلا. أكبر ميادين رام الله بها تمثال ضخم لمانديلا، هذا التمثال رمز لأنه الكفاح يأتي في النهاية بالاستقلال، وبالتالي هناك علاقات وثيقة بين شعب جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني، بين جنوب أفريقيا والشعوب العربية جنوب أفريقيا، لأنها عانت من محاولات الإبادة ومحاولات التهجير وتمييز عنصري على مدى يعني عشرات السنين، فإنها يعني تتعاطف تماما مع الشعب الفلسطيني وتتعاطف مع قضيته العادلة، وبالتالي كانت هناك سعادة غامرة، لأنه كان هناك احتمال أن تقول المحكمة أن جنوب أفريقيا لا شأن لها بهذه القضية، وكان هناك احتمال أن المحكمة تقبل القضية من ناحية جنوب أفريقيا ولكنها ترفضها لأن المستهدف هو حركة وليس شعب، وكان هناك احتمالات كثيرة يمكن أن تتم تحت ضغوط الدول الكبرى، ولكن مجرد قبول المحكمة مناقشة القضية، مجرد قبول المحكمة أن هناك أسس لقضية إبادة جماعية وسيتم بحثها وسيتم فحص كل الأوراق والوثائق، وطلبت من إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر، هذا يعني أنه انتصار أولي كبير لجنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن في هذه المرحلة نعمل على يعني البناء على ما حدث وتطوير يعني الموقف بشكل كبير جدا، ونحاول استغلال هذه النقطة المضيئة من أجل إقناع مجلس الأمن وتحديدا الولايات المتحدة باستصدار قرار بوقف العمليات العسكرية، لأنه يعني حتى المطالبات الأمريكية لإسرائيل بالانتقال إلى المرحلة الثالثة والانسحاب من مدن والسماح سكان الشمال المتكدسين في الجنوب بالعودة لبيوتهم، إسرائيل ترفضها. الأوضاع سيئة أكثر مما تتخيلي. أمس على سبيل المثال وحتى صباح اليوم كانت هناك يعني أمطار غزيرة دمرت آلاف الخيام ويعني أصابت الكثيرين بأضرار بالغة لا يمكن تخيلها، هذا علاوة على انتشار الأمراض، علاوة على نقص الغذاء، نقص الدواء، علاوة على العدوان الذي لا ينتهي والقصف المتتالي لخان يونس على سبيل المثال. كل هذا يدفع مصر للتحرك بسرعة بالتعاون مع بقية الدول المساندة للشعب الفلسطيني من أجل الدفع باستصدار قرار من مجلس الأمن بوقف العدوان. صحيح. أستاذ أشرف، كيف تابعت محادثة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، خاصة أن مصر هي من أوائل الدول التي أدركت أن الدولة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لها التأثير الكبير عليها بالطبع مثلما شاهدنا في الهدنة التي كانت برعاية مصر والولايات المتحدة وقطر، وشفنا قد إيه أن الموقف تحول بشكل كبير جداً. يعني بالتأكيد مصر تدرك ومنذ سنوات طويلة أنه 99% من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة، وهذا ما سبق أن قاله الرئيس السادات في سبعينيات القرن العشرين. وبناء على هذا الموقف يعني استطعنا أن نصل إلى قرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء واتفاقيات السلام، اتفاقيات كامب ديفيد، وهذا الأمر ما زال مستمر حتى اليوم، ولولا المساندة الأمريكية لإسرائيل ما استمر العدوان، والدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها أن تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار هي الولايات المتحدة. ولذلك كان من المهم يعني اللقاء عبر الهاتف الذي تم أمس بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن. جو بايدن يعني يأمل أنه يتم تبادل الأسرى ويتم يعني إدخال المساعدات بشكل أكبر، وفي نفس الوقت مصر
أكدت على بايدن ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف مخططات التهجير، وضرورة الضغط على إسرائيل لإدخال أكبر كم من المساعدات، والأهم من ذلك أن يكون هذا العدوان هو الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين، ويتم الانتقال بعدها مفاوضات تسوية شاملة يعني يكون في مقدمتها إقامة دولة فلسطينية على الحدود، حدود ما قبل 5 يونيو 67. علاوة على ذلك يعني بالتأكيد المحادثة الهاتفية شملت على مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي، وكان كما نعلم الإقليم كله متوتر، وهناك كثير من القضايا التي تؤثر على الأمن والسلم سواء الإقليمي أو الدولي. طب أستاذ أشرف، هل بتتوقع هدنة جديدة خاصة بعد تصريحات جون كيربي بزيارة مرتقبة لويليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية أو السي آي إي؟ يعني هناك محاولات للوصول إلى هدنة جديدة، ولكن ما زالت هناك بعض العوائق. يقال أنه تم الاتفاق على جزء من آلية تبادل الأسرى، لكن الأهم من ذلك هو أنه حماس تريد أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، ويكون هناك انسحاب إسرائيلي بمجرد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى. إسرائيل ترفض هذا وتحاول فصل تبادل الأسرى عن استمرار العدوان، وتؤكد أنها ستبقى يعني تقوم بالضغط العسكري إلى حين إنهاء حكم حماس لقطاع غزة. هذه هي نقطة الخلاف المتبقية، لكن أعتقد أنه في ظل الضغوط الدولية المتزايدة وفي ظل الغضب سواء داخل إسرائيل من عائلات الأسرى والرهائن أو الغضب العالمي مما يحدث للفلسطينيين، يمكن أن نصل إلى حل. بتأكيد الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا فندم على كل هذه المعلومات الثرية.